ويلش قريها على على قاضو هل الدمي على هذا أنت ساكي وحان فرين تان سو دياري وجد بنيا دماندك سومالي المركز سو الجوعان وحان وباقيا ذلك يدتك بس يد الله نبضين لها نبض لقش قينها عربا سجارة إنها نوقع تعزيه دتك يكون أنتي شقاق قدي دوان كده عضي مقالة ذا لاسعانو دبعت هذا مقالة لاسعانو كده عضي وفكتهاي ودبعت عروس إن هو رب ذا نوان كدقني وأنا كهذا الله يهدنا إن ربنا إن هو تعزيه مركه ره دتك ما شاء كده أنتي قويسكي دتك كل أضياش أها دمان وحان لها هاي سمر إيمان الله نقصيه أنت كده عو عن تين محو الله عافيه نسيب الروين واي ما أنت إن سومالي ميركا ميدا هاي ولي قري لسوقاته أنت الله سعانه يصور يسناك هاد دكور دور مران كهدلي مواقف الدولة الفدرالكا يأركتي ذي إذا أنا كمدعوين الجمهوريد عن وحوين إسكا مبدلين أو أهيد مشكلة داس ماشي كتاقن داد كدقان كاس دقن ننع والبالة وداد ويلي ورالة ويلي أبتئة وداد محانكو يرادا إنن يصدق جيس إنن سيدي جيس داد إسدالي إسدح دقي إسلاد شوال وحا إسكو هايستاني مارك جير نعيب إداد نعيب ما هنوا سياسة هرنا وحان قويري أما وشاقي مدد دور سنة كهرة مشكلة داسي سولي سنة كتاقن حل كيدا حل سياسة داد واي إن سي سياسة الله حليو سياسة دا قود سوماليا إي مدنما داد لغو رادين أي أنا حل كمحوا سولي سنة إي كدح جيران سيداس دراديت وحماش أسكرب عياه واكحونا رالي كمهين إن مانتا دادك رابطان كيسا أوري لغو حليانا سوط تقلم رابطان كدادك هالي احترامو قريها هالا بيغو حبدا هلا جوجيو هلا وضع هدلو ميسك وضع هدل كهلي سوقي ماذا هلا وضع هدلو دولة فدرال كأسوماليا بدعونا الجمهورية دادان اي ديار وحانو اي مال كستا او نبات داسي اللوغة هدلايو اي عد كستا او نبات داسي اني كادش جعلبا انان اني قرب تاقن هاي وصفرو تورة تورة وفوك ديت هاي انان تاقن ديارو هاي لكن ولا ليال حلقو مرنقو ما ايمانا يقول انان بقلال اما كمان نانقف انتان دلنو كدب كركو ده هدو سكوك عن سلانو أو عن نبضان عن كده لنا عن ده نون حبت سكو صارنو وعن لجروية بلا يده بوتين بكيلة أي لا ده هاي هل جوجيو أنت أنا فراها كبحن بري إن عن حبت كسارنا إن عن هو بق إن ليشينيو يعني ميدت كين يحبالها دشود يعني كويشينن دتكو أنت ينوليين عن يشينو هل جوجيو ما ملكة إدا شاجنايسة إدا أضياش دقنك علماء الدينك مسؤولين تي سياسيين تا قفل بدور كذا نبدأ هقادته علاد الله سبحانه سيم الصعقرته لما أنا أقبله كرو هل جوجيو ميسكو وضع ذلك هل سوي ماذا دولة فدرال كواحد ديار وطاع إذا يفضو ضيسو كقيب قشو كالميسو هدي توس دات كهدا علاد الأحمر تي وضع فريستان وذا أرنتا وحقس عدا الله سبحانه وأركت السياسة ذات أركت السياسة ذات نقرر وما حد سنته قال حل كذا قريكم إيه ماذا كان ربعي كان دي دمبو حل كذا قريكم كين كران هل سوي ماذا هل وضع فريستو مروا البهران وغشان مشكلة ده كجر تصال يسناك وحيكون ده حجر تاحين دابك جرنت أن جرنين أرنت من نمضة أرنت من نمضة أنا عنا وقاني نقطع حوق إنا نكون رادين نما دونين نبضع ربنا إنا نكون رادين دت كربتان كيس أنا هلا دوران لأن هاي ماشى عسي علاد داسي علاد دت كقبط ما دت كصوب ماليات ما قبطه dadka deegaanka guud ahaan ma qabato hal joojin ku baaqayna markale culimada diinka iyo odayaasha dhaqanka ayaga deegaanadaas oo dhanba nabadeeda waligood ka talin jiray nabada ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxan ku raadahay raadka kulane hala hadlaan oo hajoojiyaan wiilasha qoryaha laga qaado hal damiyo culada intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaadi ka jirta hal jooji xumaanta hal jooji nabada lagu baaqo lama aqbali karo dhig kale oo Soomaaliyeed oo daad wax la aqbali karo ma meel kasta ha joogo sabab kasta ha la soo waxay hadiina markaas aanan lagu difaaceynin diinta iyo dalka iyo dawladnimada laakin reer hebel iyo deegaan hebel iyo koox hebel sidee warkeega u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma dooneyno maxaa ahaay xalku ma noqdo hal laga yimaado leena walaalayaal meeshaas waxa kale oo ayda halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo wax garadka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda meesha ka jirtaba ayagana waxa uu baaqaynaa nabad walaalayaal
warku balaayadu marka ay bilaabanayso meelo khafiif oo saxsaalan ay ka bilaabato meelo fog ay ka bilaabato dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay wiligood haysan jireen nabadii inay haystaan la jecelnahay ayaguna waxaan u baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataan kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arrintaas in nabad lagu soo xalliyo arrinta nabadda lagu xalliyo dowladda federaalka soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabaddaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaalla in qoryo aan isu qaadino ku xallino kuma xalli karno nooguma xallismayaan barraan heshiinaynaa ilaan meelan kale aadayna male xabaalaha korkoodayaanu ku heshiinin nabadda korkeed aan ku heshiino deegaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasaddana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa keliya oo ku yimaada waa dariiqa dimuqraatiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeenna suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u tureyna